يبقى معنا مراسلنا حيدر البدري للحديث أكثر عن جولته مع القوات الأمنية. أهلا ومرحبا بك حيدر، انقل لنا مشاهداتك وآلية عمل الرد السريع. أهلا بك وبكل من يشاهد يو تي في الآن. الحقيقة أن قوات الرد السريع تتواجد في منطقة بساتين الوقف في محافظة ديالى، وبالتحديد شمال بعقوبة، شمال شرق بعقوبة، منذ أكثر من 7 أيام. بدأت العملية بتوجه أكثر من لواءين من لويات فرقة الرد السريع. كنا على تواصل دائم مع اللواء عباس الجبولي رئيس هيئة أركان فرقة الرد السريع. كان هنالك اجتياح للمنطقة بتأمين من طيران الجيش. هذه المنطقة لم تدخلها أي قوات أمنية منذ عام 2007. المنطقة تتميز بالكثير من البساتين المثمرة والمشجرة، كثافة أشجار عالية. كان التنظيم يعتمد أسلوب المضافات، حيث أن هنالك لكل 3 كيلومترات مربعة هنالك مضافة يتواجد بها من 3 إلى 7 إرهابيين يقومون باستهداف القوات الأمنية والأهالي. الحقيقة أن المحزن في الموضوع أن عند وصولنا إلى هناك شفنا أن هنالك أكثر من 1200 عائلة قد تركت المنطقة، أكثر من 1200 منزل فارغ تركوا هذه المنطقة. المنطقة تقع في مربع طول ضلع 10 كيلومتر، بالنتيجة هي 100 كيلومتر مربع. دخول قوات الرد السريع إلى هذه المنطقة قلل الكثير من العمليات الإرهابية، كانت آخرها عملية التي طالت الشباب في من قبيلة بني تميم. اليوم القوات الأمنية وبالتعاون مع الجهد الهندسي لمحافظة ديالى والشرطة المحلية، وأقصد قوات الرد السريع، قد أمنت المنطقة عن طريق زرع ما يسمى بالاصطلاح العسكري بالعقد العصية، وهي مجموعة من تجمع من الجنود مع آليات وأسلحة ثقيلة. لكل مسافة، كل كيلومتر هنالك إحدى المرابطات التابعة للرد السريع، أمنوا الطرق بالكامل. فدخلت الآليات، آليات الجهد الهندسي، بدأت بشق الطرق. هذه الطرق هي كانت موجودة بالأصل، لكن ترك المنطقة وعدم دخول القوات الأمنية وتواجد العناصر الإرهابية جعلها شوارع مغلقة وطرق مغلقة. بدأت بفك هذه الطرق، فتح هذه الطرق، إضافة إلى بدء التنظيف في عمليات كري وحفر جوانب النهر، نهر خريسان ونهر ديالى كذلك. هذا الموضوع سيؤدي إيجابا إلى زيادة أو تحسن الوضع الزراعي في تلك المنطقة، بسبب أنه كان هنالك انسدادات في الأنهر، وضع قناطر من قبل. اكتفي بهذا القدر حيدر البدري، يعني اشكرك جزيل الشكر لكل هذه المعلومات ولهذه المهمة. شكرا مرة اخرى لك حيدر مراسلنا، شكرا جزيلا.